الجينة وحت الجينة وعلى الجينة وحت الجينة وعلى الجينة وحت الجينة وعلى الجينة وحت الجينة والعدالة اللي بغينا والعدالة اللي بغينا وعلى الجينة وحت الجينة وعلى الشي ماشي معقول وهذا الشي ماشي معقول وهذا عار هذا عار وهذا عار هذا عار والتبريز في خطر والتبريز في خطر شكرا شكرا جزيلا الدهاك محمد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. هذه وقفة احتجاجية اللي درنا الآن على أساس أن هناك تعيين غريب واللي دام على أكثر من 9 سنين عفوا، وحنا كنشكيو للوزارة وكنشكيو وكنقولوا باللي أن التعيين غريب وتعيين ماشي قانوني، لكون أن المعين في عند المبرزين الاستاذ اللي معينه ماشي مبرزه غير مبرزه، وتعينت كانها مبرزه وتعطاها لها استعمال الزمان وتعطى لها كل شيء وهي غير مبرزه، وهذا هو الاشكال اللي عندنا. هذا بالنسبه لهذه الامور هذه، فاحنا قمنا بعده وقفات، فكاين هناك 13 بيان اللي درنا مع الوزاره ودرنا 10 ديال الوقفات، وهذه وقفة أخرى اللي كنهضروا فيها على هذا المشكل هذا اللي هو مشكل عويص. مشكل كنطالبوا فيه الوزارة على أنها تاخذ بعين الاعتبار. علاش كنقولوا بعين الاعتبار؟ لأن هذا المشكل هذا تعطات وما تعطاتش فيه أولاً وقبل كل شيء، ما تعطاتش فيه المادة اللي هي الفرنسية. تعطات فيه ما يسمى بالكول، يعني بالشفوي، وهذا الشفوي ما كاينش. وهذا الاستاذ اللي تعطى لها ماشي استاذه مبرزه، لان هذا الشيء بالنسبه للمدرسه ولا بالنسبه للتكوينات اللي كاينه في المدرسه في عمر بن عبد العزيز على ان هذه ماشي مبرزين، ماشي مبرزه، وهذا اللي كيتعطي المبرزه، فكيقولوا بلي انها تكلفت، ولكن هي عطاوها التعيين من الوزاره جهه تعيين، وهذا التعيين مرفوض لان لا تعين، لان من يعين هو المبرزين، هما اللي كيعينوا في هذا الوجه، كيتكلف، ولكن حتى باطار هذا التكليف، هذا التكليف ما تعطاش لجميع الناس وما خرجش لجميع الناس باش يمكنوا تختاروا الناس، هذه تعطات لها على اساس بغاو يكلفوها كما بغاو، لان كيقول لك عندها الدكتوراه وهذه، وهذا الشيء ماشي صحيح وماشي معقول. لهذا احنا كنطالبوا الوزاره على انها تاخذ هذه الامور، وعلى ان الماده هي الفرنسيه وما كاينش ماده خاصه اللي كتسمى الكول، اي يعني مدرسه بان كاين هناك الشفوي. الان مروا من الشفوي واحد الوقيته، الان عطاوها الماده على انها تدرس الماده، وهذا اللي ماشي معقول، وما عندها ما تدرس الماده. حنا نطالبوا الوزاره ونطالبوا للاخر الجميع، وخاصه الكنيب، وحنا مشينا ودرنا دوموندات ودرنا اللقاء مع الكنيب، مع رئيس ديال الكنيب وهذه، ووضحنا له الامور، ولكن لا من مجيب، ولهذا سنناضل وسنبقى نناضل الى ان نحقق الواجب، وألا أن نحقق النضال وأن نحقق ما هو معقول. وشكرا وتحية لكم.